هذا وتواصل أجهزة وزارة الداخلية تصديها الحاسمة لجرائم الاتجار والترويج للمواد المخدرة وضبط العناصر الإجرامية الضالعة في هذه الأنشطة الإجرامية. وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحقيق العديد من النتائج الإيجابية في هذا الإطار. تصدي حاسم من أجهزة وزارة الداخلية لجرائم زراعة وجلب وتهريب المواد المخدرة وإحباط لمحاولات إغراق البلاد بها. استهدفت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة مخزنا للمواد الكيميائية ومصنعا لتصنيع العقاقير المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية والعصبية بالقاهرة، يمتلكه عناصر تشكيل عصابي تخصص في الإتجار في هذه العقاقير. وتمكنت الإدارة من ضبط 115 كيلوغرام لمواد وعقاقير مخدرة و15 ألف قرص مخدر وكمية من المواد المستخدمة في تصنيع تلك العقاقير وأدوات التصنيع. هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة ب 12 مليون جنيه. نجاحات الأجهزة الأمنية في مكافحتها للمواد المخدرة تتواصل في كل مكان على أرض مصر لضبط القائمين على ترويجها، فقد أحبطت الإدارة بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام محاولة أحد العناصر الإجرامية جلب كميات كبيرة من مخدري الحشيش والهيدرو من شرق لغرب قناة السويس، وتمكنت من ضبطه والسيارة قيادته بنطاق دائرة قسم شرطة الجناين بالسويس وبحوزته 2500 طربة لمخدر الحشيش و50 كيلوغرام من مخدر الهيدرو، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بقرابة 19 مليون جنيه. النجاحات الأمنية تواصلت في استهداف القائمين على جلب وتهريب المواد المخدرة، فقد استهدفت الإدارة بالتنسيق مع قطاعات الأمن الوطني والأمن العام والأمن المركزي ومديرية أمن السويس والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة عدداً من العناصر الإجرامية تخصصوا في الإتجار بالمواد المخدرة بنطاق محافظتي السويس وجنوب سيناء، وتمكنت من ضبط عدد منهم وبحوزتهم 69 كيلوغرام ونصف من مخدرات الحشيش والهيدرو والهيروين و9000 قرص مخدر لعقار الكبتاجون، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بقرابة 5 ملايين جنيه. لم تقتصر النجاحات الأمنية التي تخوضها أجهزة وزارة الداخلية ضد العناصر الإجرامية الضالعة في الإتجار بالمواد المخدرة عند هذا الحد، فقد نجحت الإدارة بالتنسيق مع قطاعات الأمن الوطني والأمن العام والأمن المركزي ومديرية أمن جنوب سيناء والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة في استهداف عدة أماكن بمنطقة رأس سدر بجنوب سيناء يتخذوها عناصر إجرامية وكرا لتخزين المواد المخدرة والإتجار بها، وتمكنت من ضبط قرابة طن من مخدر البانجو وقرابة 46 كيلوغرام من مخدري الحشيش والهيروين، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بأربعة ملايين جنيه. الإدارة بالتنسيق مع قطاعات الأمن الوطني والأمن العام والأمن المركزي والإدارة العامة للأسلحة والذخائر غير المرخصة ومديرية أمن سوهاج استهدفت عنصرين من ذوي السوابق الإجرامية بسوهاج تخصصا في الإتجار بالمواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية للدفاع عن تجارتهما غير المشروعة، وتم ضبط 70 طربة لمخدر الحشيش وكميات من مخدري الأفيون والهيروين وأقراص مخدرة وأربع قطع سلاح ناري وطلقات نارية وسيارتين ودرجات نارية ومبالغ مالية، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بقرابة مليوني جنيه. وتستمر النجاحات الأمنية التي تسطرها أجهزة وزارة الداخلية في تصديها الحاسم لجرائم الإتجار بالمواد المخدرة بما يحمي البلاد من آثارها السلبية وتداعياتها على المجتمع. عبدالله بركات، التلفزيون المصري.